السلام عليكم. جوجل درايف بيديك 15 جيجا مجاني، وبيديك امكانيه ان انت تشتغل على الاوفيس زي مثلا الدوكيومنتس وشيت وجوجل سلايد وفورم وحاجات كتيره جدا، يعني كانه بيديك المايكروسوفت اوفيس لكن مجاني واونلاين. طيب دلوقتي انا مثلا عايز الملف ده اشاركه مع احد الاصدقاء، فبدوس عليه رايت كليك واقول له شير. فبيبدا يقول لي اكتب اسم الشخص. طيب انا ضفت الايميل لكن انا اعمل له ريستراكت. يعني ايه ريستراكت؟ يعني هيجيله رساله باللينك او هيديني لينك لكن مش هيقدر ان هو يعدل فيه. طيب خلينا اضيف حد كده اوضح لكم الصوره. اخترت ده. تمام. هل ده بقى من حقه ان هو يبقى فيور ولا كومنتر ولا اديتور؟ يعني هل هو من حقه انه يشوف ولا يكتب تعليقات ولا يعمل اديتور؟ لو اديتور يبقى من حقه كل حاجه، فيور يبقى يشوف بس. طيب اللينك هنا ريستراكت، يعني هيجيله اللينك لكن لازم اوافق عليه، يبعت لي رساله وانا اوافق عليه. طيب anyone with this link، اي حد مع اللينك دوت اوتوماتيك بقى فيور او اوتوماتيك بقى كومنتر او اوتوماتيك بقى اديتور. فهقول له ايه؟ كوبي لينك، يبقى نسخ اللينك ده وابعته لحد، بس يكون مختار ان هو يكون اديتور، او اضيف الايميل بتاعه هنا. تمام. طيب خلينا مثلا في ملف معين، بلاش فولدر كامل، وليكن مثلا الملف دوت، ممكن اعمل عليه سيلكت واقول له شير نفس الكلمة. هكتب الايميل هنا واختار هيكون هو الفيور ولا كومنتر ولا من حقه ان هو اديتور. وريستراكت دوت برضه نفس الفكرة، لو انا عايزه يبعت لي بحيث اتاكد من الايميل. يعني انا اديت لحد مثلا اسمه احمد وهو شيره مع اصدقائه، فلقيت ناس كتير عايز تدخل، فلا انا بوافق على ايميل ايميل. وممكن برضو تدوس هنا وتقول له جيت لينك، فيبقى عارف ان انت ايه عايز الجزئيه دي، يديك اللينك على طول. او برضو ممكن من هنا يجيب لك نفس الشاشه، فانت تبدا تختار عايز تشارك مع مين، ايميل معين او تدي له اللينك.